أيها الإخوة الكرام، يعني هذا التطاول على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ملابساته ومن السبب؟ أنا أسأل هذا السؤال، لماذا نعتب على رسام نال من نبينا أشد النيل؟ أما فعله لا يزيد عن إنسان توجه إلى الشمس ورفع رأسه إليها وبصق فعادت تسقطه على وجهه وبقيت الشمس في عليائها، وهذا شأنهم وهذا شأن العدو. ولكن بصراحة ما بعدها صراحة، كم من المسلمين يؤذي رسول الله؟ كم من المسلمين ينال من رسول الله؟ لا ينال بلسانه، ولكن حينما يصلي ويكذب، حينما يصلي ويحتال، حينما يصلي ويأكل الحقوق، حينما يصلي ويظلم، حينما يصلي ويحتكر، حينما يصلي ويغش المسلمين، هذا المسلم العتب على هذا، لأن ذاك حينما عوتب وحينما بين له بعض المؤمنين العلماء شأن النبي وعظمة النبي وكمال النبي ومنهج النبي، أجاب إجابة دقيقة، قال: كنت أظنه كأتباعه، قال: كنت أظنه كأتباعه، كنت أظنه كأتباعه. أنا والله أريد بس في هذا اللقاء أن أبين لكم، الذي يؤذي رسول الله نحن، التاجر الذي يغش يؤذي رسول الله، التاجر الذي يحتكر يؤذي رسول الله، التاجر الذي يستغل الشاري أو يستغل جهل الشاري يؤذي رسول الله، الجار الذي يؤذي جاره يؤذي رسول الله، الطبيب الذي لا ينصح يؤذي رسول الله، المهندس الذي لا يهتم بالإشراف على البناء في أثناء البناء يؤذي رسول الله، المعلم الذي يضع أسئلة صعبة جداً كي يتحول الطلاب إلى دروس خاصة عنده يؤذي رسول الله، المزارع الذي يستخدم هرمونات محرمة تصيب بالسرطان يؤذي رسول الله. لا تعتبوا على أحد، اعتبوا على أنفسكم. لو عرفنا رسول الله وعرفنا الناس به وطبقنا منهجه لانتزعنا احترامه منهم، لانتزعنا احترامنا أيضاً. يحترم ديننا ويحترم منهجنا ويحترم نبينا. القاضي، مدير الدائرة، الصناعي، العامل، المزارع، المعلم، المهندس، الطبيب، التاجر، هؤلاء جميعاً يؤذون رسول الله. لا أقول جميعاً تعميماً، التعميم من العمى إلا من رحم ربي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
الشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.